من جانبه أبدى المهندس عاطف عبد الحميد سعادته بزيارة وفد الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمقر المحافظة لعرض التطورات الخاصة بتطوير منشآت النادي في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، والحصول على الموافقات والتراخيص الخاصة بهذه المنشآت للبدء في تنفيذها. وأضاف المهندس عبد الحميد أن محافظة القاهرة محظوظة بوجود النادي الأهلي أفضل الأندية العربية والإفريقية داخلها، مبديا ترحيبه واستعداده الكامل لتسهيل الإجراءات وتقديم كل الدعم اللازم لمجلس إدارة الأهلي في مسيرته لخدمة أعضاء النادي وتطوير منشآته بما يليق بحجم النادي ومسيرة مجلس إدارته الناجحة. استقبل محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي ظهر اليوم وفدا من اللجنة الإعلامية بالفيفا الذي حضر للقاهرة لإعداد فيلم وثائقي عن منتخب مصر لكرة القدم المشارك في كأس العالم القادمة روسيا 2018. وخلال لقاء رحب مرجان بالضيوف وتمنى لهم إقامة سعيدة في مصر، فيما وجه وفد الفيفا الشكر للمدير التنفيذي للنادي وقال إنه حضر بتكليف من الاتحاد الدولي لإعداد فيلم وثائقي عن منتخب مصر المشارك في المونديال، ونفس الشيء بالنسبة لكل المنتخبات المشاركة، وأن اختيار الفيفا وقع على 4 لاعبين من مصر وجميعهم من النادي الأهلي، وهم شريف إكرامي وأحمد فتحي سعد سمير وعبد الله السعيد، وقام بالتسجيل معهم عن المونديال والأهلي وروسيا. تأكد غياب عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الفريق المقبل أمام النصر بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية. وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أن السعيد تأكد غيابه عن مواجهة النصر في الدوري الممتاز، فيما تحسم نتيجة الأشعة التي أجراها اللاعب موعد عودته للمباريات من جديد بعد فحصه اليوم الأحد على هامش المران الجماعي. وكان السعيد قد غادر مباراة الأهلي والأسيوطي الأخيرة بسبب شكواه من ثقل في العضلة الخلفية، حيث غاب اللاعب عن المشاركة في التدريبات الجماعية أمس لإجراء الأشعة. قال أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن تلاحم المباريات يمثل ضغوطا شديدة على الجميع وفي نفس الوقت مسؤولية كبيرة على اللاعبين والجهاز الفني، وهذا ما يعيشه الأهلي في الفترة الأخيرة. وأضاف أيوب لا خلاف على أن السعيد لاعب مهم جدا وتحمل مسؤولية كبيرة مع زملائه في الفترة الماضية، وفي حالة غيابه هناك من يعوضه داخل الفريق وهو ما يضعه الجهاز الفني في حساباته. وأضاف أيوب أن مباراة النصر التي تقام غدا في الجولة 25 من عمر الدوري مهمة ويسعى الفريق للفوز بها والحصول على نقاطها 3 من أجل إكمال المسيرة بشكل جيد في البطولة وفي طريق حسم لقب الدوري. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري قد استقر بشكل نهائي على إعادة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق المعار إلى سموحة بنهاية الموسم الجاري. وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني للأهلي يتابع جميع اللاعبين المعارين بشكل مستمر، وأن حاجة الفريق لعودة أي منهم يحسمها مستوى اللاعب. وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة البدري قد استقر حاليا على إعادة ناصر ماهر بنهاية الموسم من سموحة بعد انتهاء إعارته، على أن يتم حسم موقف بقية اللاعبين تباعا وفقا لاحتياجات الفريق. أكد
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه يتواصل منذ الأيام القليلة الماضية مع سفارتي مصر بالجابون وبوركينا فاسو لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستخراج تأشيرتي البلدين قبل وقت كاف من مباراة العودة بين الأهلي وأحد فريقي ريال كاديوغو بطل بوركينا فاسو أو مونانا بطل الجابون. ووجه عبد الحفيظ الشكر لكل من هشام ناجي سفير مصر في بوركينا فاسو وأحمد بكر سفير مصر بالجابون على الجهد المبذول لتوفير كافة المتطلبات التي يسعى الأهلي إليها من معلومات حول الإقامة وملاعب التدريب في البلدين. أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي سعادته بمستوى حراس مرمى الثلاث بالنادي وتنافسهم اليومي واجتهادهم في التدريبات بشكل مستمر. وأوضح سليمان أن محمد الشناوي يؤدي بشكل مميز للغاية خلال الفترة الماضية، وهذا يعكس مدى تركيزه في التدريبات والمباريات واستطاعته أن يحجز لنفسه مكانا أساسيا بين الحراس الثلاثة. وأثنى سليمان على مستوى الثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي، مشددا على أن الحراس الثلاثة يؤدون بشكل مميز، مؤكدا أن إكرامي سيحصل على فرصة المشاركة في التوقيت المناسب. قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الثنائي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي جاهزان من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة النصر. وكان أزارو وأجايي قد غاب عن الميران واكتفيا بتدريبات بدنية، ولكن طبيب الأهلي أكد جاهزيتهما للقاء. ختم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار التتشي بالجزيرة استعدادا لمواجهة النصر غدا في الأسبوع 25 للدوري. واختار حسام البدري 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء، وهم حسام غالي، شريف إكرامي، حسام عاشور، وليد أزارو، محمد هاني، محمد نجيب، أجايي، أيمن أشرف، سعد سمير، أحمد حمودي، مروان محسن، عمرو السلية، وليد سليمان، علي معلول، صلاح محسن، علي لطفي، باكاماني، إسلام محارب، كريم ندفد، رمضان مصطفى، ومحمد شريف. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بيك، ويريد تطمنا على تدريبات النهاردة. مساء الخير يا آية، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. منذ لحظات قليلة غادر الحافلة الخاصة بفريق النادي الأهلي إلى فندق الإقامة استعدادا للدخول في معسكر مغلق لمواجهة النصر غدا مساء على استاد القاهرة الدولي. يمكن الفريق النهارده اتمرن تمرين خفيف بعد محاضرة الفيديو، خاصة إن كابتن حسام بدري النهارده كان حريص إن يكون في محاضرة فيديو مدتها حوالي 30 دقيقة قبل المران لاطلاع الفريق على النواحي الفنية والجوانب التكتيكية الخاصة بمواجهة فريق النصر غدا بإذن الله، خاصة هي إحدى المباريات الهامة ولا ينظر الجهاز الفني واللاعبون تحديدا الى موقف الفريق المنافس في مسابقه الجدول الدوري ايا كان وضعه، سواء في مقدمه المسابقه او حتى في المناطق الخلفيه او الهابطه في نفس المسابقه. لكن بشكل عام المران النهارده كان مران بدني خفيف ليله المباراه، كما تعودنا بيبقى المران البدني خفيف بالنسبه للجهاز الفني مع اللعيبه. المجموعه اللي احنا يعني النقطه اللي احنا ركزنا من خلالها وخدنا بالنا منها في التمرين ان المجموعه اللي حتى شاركت في المباراه الاخيره في الدوري العام امام فريق الاسيوطي على استاد برج العرب، الجهاز الفني النهارده فضل ان هي ما تخدش تقسيمه قويه، ما تخشش في المران البدني بشكل قوي، وان هم يكتفوا فقط بالجري حول الملعب لمده حوالي 10 دقائق ربع ساعه، خوفا من اي اصابه عضليه او اجهاد او اي شيء من هذا القبيل. لكن بشكل عام الجهاز الفني في التقسيمه الفنيه اطمأن على بعض العناصر اللي كان محتاج يشوفها عشان يضمها لهذه المباراه، في ظل ان هي كانت بعيده الفتره الاخيره نتيجه الاصابه او نتيجه اي ظروف اخرى، زي مثلا علي معلول، سعد سمير، محمد هاني. دي المجموعه اللي ممكن كابتن حسام كان محتاج يشوفها النهارده في التمرين ويطلع على حالتها الفنيه والبدنيه قبل ما يضمها للمعسكر. وبالفعل كابتن حسام زي ما ذكرت ايه التشكيله او القايمه اللي اعلنها لهذه المباراه ضمت 21 لاعب، وابرز المنضمين العائدين بعد الاصابه خلال الفتره الاخيره سعد سمير ومحمد هاني
وعلي معلم. محمد، كلمنا عن زيارة وفد الفيفا النهاردة للنادي. على هامش تدريب الفريق كان في وفد من الفيفا او كما يطلق عليهم هو القناه التلفزيونيه الخاصه بالويب سايت الخاص بالاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. هذا الوفد كان متواجد هنا في النادي الاهلي لتصوير تدريبات فريق الكره وتسجيل حوارات صحفيه مع اللاعبين المنضمين للمنتخب الوطني واللي كان ليهم نصيب المشاركه بشكل كبير ودور رئيسي مع المنتخب كعمود رئيسي في النادي الاهلي ومع المنتخب الوطني وساهموا في تأهل مصر إلى كأس العالم، وده شيء بيتعمل مع كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم، وهيكون فيديو بيتم نشره على التي في الخاص بالفيفا على الويب سايت قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة، يمكن بيتم تجميع الماتيريال في هذه اللحظات، حتى الوفد اللي كان متواجد النهارده مع لاعبي النادي الأهلي هو نفس الوفد اللي سافر إلى الأرجنتين لإجراء لقاء صحفي مع هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب وايضا استطلاع رايه عن تاهل مصر ودور اللاعبين المصريين مع المنتخب في التاهل لكاس العالم. الوفد كان سعيد جدا بالزياره، سعيد جدا باجابات لاعبي النادي الاهلي في هذه المقابلات الصحفيه، وكانوا سعداء ولدرجه انهم حتى من خلال الاستاذه ايناس مظهر المصري الاعلام الاتحاد كره القدم وصفوا لها ان هم تم استقبالهم استقبال الملوك، يعني شعروا ان هم بيتم استقبالهم داخل النادي الاهلي استقبال الملوك، وقال ده شيء لافت للنظر بيدل ان دل على شيء بيدل ان النادي الاهلي بيقدر القيمه الاعلاميه لاي مسؤول او لاي مؤسسه اعلاميه، فما بالك بمؤسسه الفيفا لكره القدم، فالنادي الاهلي بيقدر ده بشكل كبير وهم استجابوا وقدروا هذه الزياره بشكل كبير جدا وكانوا سعداء بهذه الزياره لدرجه حتى بعد ما انتهوا من التصوير مع لاعبي النادي الاهلي وتمرين فريق النادي الاهلي تجولوا داخل مقر الاهلي في الجزيره وقاموا بالتقاط بعض اللقطات او الصور والفيديوهات الخاصه بالانشاءات والصاله المغطاه وبعض البنيه التحتيه لمقر النادي الاهلي في الجزيره. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. والآن فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا.